حياكم الله مشاهدينا الكرام، جولة أخرى لبطولة دوري الخليج العربي طوت صفحتها، وهنا ومن خلال برنامج ملعبنا نقف من جديد على أهم مشاهد هذه الجولة، وبالتحديد أحداث اليوم الثاني الذي شهد إقامة 4 مباريات. إذن حديثنا سيستمر مع ضيوفي في الاستوديو، كل من عصام عبد الله، جمال بوهندي، وأيضا بخيت سعد. نرحب فيك أبو عبد الله. مرحبا يا محمد، الله يرحبك على فضله. أيضا نرحب في أبو ثاني. نورت نورت يا محمد، شعالك الله يحفظك ويسلمك الطير ونعمة. وأيضا الأخير أبو خالد. الله يحييك محمد، شو أموركم؟ الحمد طيبين. الحمد لله. راضين عن هذه الجولة؟ والله جولة يعني مثل ما يقولون ما أوفت بوعودها. شو الأسباب يعني؟ أسباب أنت ما شفت، أنت شفت المستويات، معظم الفرق تراجع وكذا، ولما بنتكلم عن المباريات بنعطيك اللي حق حقه إن شاء الله بإذن الله. البداية ستكون مع لقاء العين واتحاد كلباء هناك على استاد هزال، لننتقل بعدها إلى مواجهة الظفرة والنصر، نستكمل نقاشنا بمواجهتي السهرة، الأولى التي جمعت شباب الأهلي وبنياس، والثانية بلقاء الجزيرة وعجمان على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. جدول المواجهات الصعبة لاتحاد كلباء الذي تخلله غياب النجم الأول ملابة لم يمنع النمور من البقاء دون خسارة للجولة 7 على التوالي. المحطة هذه المرة كانت في استاد هزاع بمواجهة العين، وحصيلة النقطة كانت لها الكلمة العليا. على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين استهل الزعيم أحداث الجولة 11 باستضافته للحصان الأسود لدورينا هذا الموسم، نادي اتحاد كلباء دا سيلفا من دون مالابا للجولة 2 على التوالي، وبيدرو مطالب بالفوز على أرضية ميدانه. اللقاء انطلق، دقائق البداية لم تحمل معها الكثير من الفرص، هدف التقدم جاء عن طريق ويلسون إدواردو، محاولة الزعيم استمرت لكنها لم تحمل الجديد. الجزء الأول طوى صفحته، المشهد الثاني انطلق، ثقة دا سيلفا بلاعبيه كانت واضحة رغم استمرار غياب النجم الأول للفريق مالابا. الدقيقة 69 كانت شاهدة على تسجيل هدف التعادل من أحمد جشك الذي استلم الكرة وسددها، محاولة شيوتاني لإبعادها باءت بالفشل، هدف مقابل آخر، نتيجة انتهت على وقعها مجريات المحطة 11 بالنسبة للزعيم والنمور، نقطة لكل فريق في سباق دور الخليج العربي. Never is a good result. أولا أن النتيجة التعادل غير عادلة، وخصوصا أنك تلعب على أرضك. المباراة بالنسبة له كانت صعبة وقتالية ضد فريق قوي، كلباء منافس شديد، وأظهر السبب في أنه خلف نادي العين بنقطة واحدة فقط. حتى لو لم تكن النتيجة بالنسبة له الفوز، هنالك العديد من التوقفات في المباراة والأخطاء التي ارتكبت التي أثرت على جودة الأداء. المباراة لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث الأداء. العين تقدم بنتيجة 1-0 وكان لديه الفرص العديدة للتسجيل الثاني رغم قلة التسديدات مقارنة بالمباريات 11 السابقة، إلا أن المباراة لم تكن سهلة بالنسبة للفريق ولم يستطع الفريق تسجيل هدف ثاني. عمليا التقدم على فريق مثل كلبة ب1-0 لم تكن كافية في الشوط الأول، وكان علينا الاستفادة من الفرص والتسديد والحصول على الهدف الثاني. Nos quedamos contentos cuando ganamos. Creo que este es un resultado que nos sirve frente a un rival muy importante.
طبعا نكون سعداء عند تحقيق نتيجة الفوز، لكن نتيجة اليوم بعد يعني تسعدنا كذلك، خصوصا أننا واجهنا خصم قوي. حتى الجول teníamos el partido controlado, hasta el gol de Alain y el gol viene en una serie de errores en una pelota de un lateral. كنا مسيطرين طبعا على مجريات المباراة لغاية تسجيل الهدف الأول فريق العين الذي أتى طبعا من مجموعة من الأخطاء يعني الدفاعية تحديدا الظهير. Si bien es verdad que no estamos generando muchas situaciones de peligro, creo que teníamos el partido bajo control y bueno, en el segundo tiempo dado que estábamos abajo en el marcador nos vimos obligados adelantar líneas, a salir a buscar el empate y lo conseguimos por suerte. طبعا لم يستطع فريق العين الخلق العديد من فرص التسجيل، وفي الشوط الثاني كنا نعلم اننا متاخرين طبعا في النتيجه، وبالتالي يعني اللاعبين كانوا متحمسين طبعا للعوده في المباراه واستطعنا تسجيل هدف التعادل. قبل أن نبدأ أيضا حديثنا عن مواجهات هذه الجولة ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي سعادة علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلبا. مساء الخير أبو أحمد. مساكم الله بالخير كباتن جميعا فردا فردا الله يطول أعماركم، شرفني وجود معكم على الهواء. بداية نبارك لكم هذه النتائج الإيجابية، تبارك الرحمن 7 جولات من دون أي هزيمة اتحاد كلباء في هذا الموسم بصورة أيضا مغايرة عن المواسم الماضية. الحمد لله الحمد لله كابتن، تعرف هذا فضل الله وفضل جهود الأخوة اللاعبين والجهاز الفني والإداري الموجود في النادي الحمد لله. نعم، شفنا أيضا اتحاد كلباء كان قادر على تعويض أيضا نجمه ملابه وأيضا يواصل نتائج الإيجابية. اي نعم كابتن، تعرف تقريبا هذه كل الفرق استراتيجيتها كذي، تعرف اذا انت بتتكل على لاعب واحد بالتالي بتوقع في المشاكل. احنا من البدايه مثل ما تقول وضعنا صلب عينا ان نشوف البديل في او نكون مستعدين لاي طارئ يحصل، سواء ملابا او حارس المرمى او اي لاعب اخر موجود في الفريق، ان انت الدوري طويل وما تبقى الفريق يوقف عند لاعب معين تصير في مشكله. ولكن تعرف صحيح ان ملابا لاعب مؤثر ودوره جدا كبير في الفريق، ولكن الحمد لله الشباب كانوا على قدر المسؤوليه خصوصا خط الهجوم، وهم لعبوا كفريق واحد وقدرنا نعوض غياب ملابا في المباراه اللي طافت. نعم ابو احمد، نشوفكم تجاوزتوا ايضا مرحله ايضا الصراع على الهبوط من خلال ايضا النتائج اللي تقدمونها، وايضا شفنا في بدايه الموسم استقطابات مميزه خدمت ايضا الفريق، وايضا شفنا في هذا الموسم تجديد مع عدد من اللاعبين امثال الحارس جمال وايضا المحترف ملابا للحفاظ ايضا على استقرار الفريق. بالضبط بالضبط، احنا في البدايه طال عمرك رسمنا خط ان نكون نحقق الاستقرار سواء في الجهاز الفني او حتى اللاعبين، ويتزامن مع ذلك ان 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 نغير الفكر السائد، ان احنا اذا بنكون كل مره هدفنا بس البقاء في المحترفين وننزل الدرجه الثانيه او درجه اولى، ما يعني ما اعتقد ان في انجاز لاي اداره. احنا قلنا بنحاول السنه هذه نصحح كامل، ودرسنا السلبيات والاسباب اللي كانت مثلا تؤدي ان الفريق يهبط ويصعد ويهبط ويصعد، وقلنا خلاص احنا لازم نوفر العناصر سواء العناصر في الجهاز الفني او لاعبين. وتعرف الحمد لله احنا نحظى بمكرمه من صاحب السمو الوالد الشيخ سلطان الله يحفظه، ما مقصر في الرياضه او في انديه الاماره، فلازم على الاقل ان نبيض عيوننا قدام الحاكم الله يطول عمرك، والحمد لله الامور طيبه. نعم، خلينا نتحدث ايضا عن فريق النخبه، هذا الفريق اللي قاعدين ايضا تجهزونه، وين وصل هذا الفريق؟ والله هذا الفريق الله يطول عمرك احنا عملنا فكره، لان احنا عندنا تقريبا اتفاقيه بتكون مع فريق انتر ميلان الاكاديميه انتر ميلان، ولكن ظروف الكورونا شويه اخرت الاتفاقيه الى السنه القادمه، فاحنا جهزنا شبه فريق يكون مثل اكاديميه.
اخترنا عناصر من فريق ال 16 وال 18 والرديف، عناصر مميزه في كذا مكان، وهذه اللي احنا مراسمين لهم خط بحيث انه يكونون هم كفريق نخبه، وايضا غير عن فريق الرديف تقريبا دربوهم قبل يومين، ومش يعني مش هم اخر ناس، يعني نعطي حافز حتى للمجموعه الاخرى الموجوده في فريق الرديف او الفرق الاخرى اللي تتالق، واللي يتالق ويتميز يدخل هذه المجموعه. هذه المجموعه بتحظى بتدريب خاص اكثر شيء على الفنيات، يعني ما بيكون تكتيك بكثير ما يكون تكنيك، يعني ما نقول الفنيات بالنسبه للاعبين، يقوي اللاعبين في الاستلام والتسليم والباسات والشوت والرفعات من هالنوع، بيكون اكثر شيء التركيز على التكنيك، لان التكتيك بيكون المدرب الاصلي، مدرب الفريق الاصلي اللي هو فريق الرديف او فريق ال14 او فريق ال16. فكذي احنا بدينا كبدايه الحين خطوه اولى، وان شاء الله الله يوفقنا. بداية طيبة، ونتمنى لكم أيضا التوفيق في هذه الخطوة. أبو أحمد، الكل يعرف أن الانتقالات أيضا جريبة، والمركاتو بيفتح أبوابه تقريبا بعد أسبوع، هل حابينكم تضيفون لاعب ولا لاعبين، يكون في تغيير أيضا في صفوف الفريق، ولا مكتفين بأيضا المجموعة اللي متواجدة معكم؟ والله باقي جولتين تقريبا، بعد الجولتين اكيد بندرس الموضوع، بنقعد مع اللجنه الفنيه والمدرب والجهاز الفني وبندرس. تعرف انت عندك في البدايه هدف، احنا كان عندنا هدف، هدفنا مثل ما قلت لك ان نكون في الاماكن الدافئه في الدوري. بعد ما نحقق الهدف ان شاء الله بيكون عندنا طموح، الطموح يكون شوي اكثر، فبندرس مع الجهاز الفني اذا كانت هذه المجموعه تخدم طموحنا فان شاء الله بنستمر. إذا كانت المجموعة أو بعض العناصر في الفريق في بعض الخطوط محتاجة تقوية ومحتاجة استبدال، طبعا هذا راجع للجهاز الفني إن شاء الله. يعني ما في أي شيء للحين؟ لا الحين لا، بعد الجولتين إن شاء الله، في جولتين موجودات، ولكن مثل ما قلت لك إحنا في البداية حقيقة نسعى للاستقرار، كل ما كانت المجموعة هي موجودة مستقرة وتلعب مع بعض، أعتقد بيكون الناتج اللي تشوفونه انتم الحين في الملعب في انتاج لنا، في استقرار في الفريق، الوجوه معروفه، واحد اثنين ثلاثة أربعة وجوه تقريبا، الاسماء بدات تنعرف في الوسط الرياضي ككل، ممكن يوم تشكيلك اليوم تشكيلك، تعرف بعد ما يكون في انسجام، ولكن هذا ما يمنع مثل ما قلت لك احنا ان شاء الله بعد الجوله الاخيره من التدارس وبنشوف، لان مثل ما قلت لك احنا اقتربنا من تحقيق هدفنا، تحقيق الهدف اللي هو تكون في المنطقه الدافئه، محتاج نقطتين او ثلاث نقط وتكون في المنطقه الدافئه رسميا، يعني نقطتين من بعد ذلك في منتصف الموسم قصدك للحين، يعني باقي من نقطتين من الجولتين الباجيات، من الجولتين الباجيات، انا قصدي انك انت اللي بيجيب في الدور الاول 21 نقطه او 23 نقطه ماكسيمم، يعني بيكون يعني خلينا نكون ضمن البقاء او ضمن مكان طيب في المحترفين والاستمراريه في المحترفين. من بعد الجوله الثانيه ان شاء الله بنتدارس الوضع وبنشوف طموحنا وين. هل احنا مثلا نبغى نكون مثلا في مكان اكثر من كذي؟ هل المجموعه هذه تؤدي الغرض او محتاجين تقويه في بعض الاماكن؟ عند ذلك ان شاء الله لكل حادث حديث. نعم، ايضا خلي الكباتن ايضا المتواجد عندنا في الاستوديو ايضا اذا عندهم اي تساؤل. مرحبا، تشرفوا. مساك الله بالخير يا ابو احمد. مرحبا، مرحبا يا كابتن، مرحبا. سامحوني لان انا ما اشوفكم. جمال ابو هندي. جمال ابو هندي. ونعم ونعم كابتن جمال. كيف حالك؟ عساك بخير. اول شيء نحن يعني نحييكم ونحيي مبادراتكم وعملكم الاداري، بصراحه اللي واضح يعني لكل متابعي كره القدم في الامارات هذا العمل الاداري اللي خلينا نسميه يعني الجبار في المرحله هذه، مو على اساس بس نتائج الفريق الاول اللي نحن يعني نتكلم عليها ان الفريق مستقر من ناحيه استقرار فني، استقرار اداري، استقرار ايضا في النتائج في الاداء، هذا كله يعني يحسب للعمل اللي يسبق فتره انطلاق الموسم، هذا واحد. الشغله الثانيه ايضا لا يفوتني ان ايضا ان اذكر ان فريق الاتحاد لديه فريق رديف يتصدر بطوله دوري الرديف او في المركز الاول او الثاني على ما اعتقد، هذه شغله. الشغله الثانيه فريق اتحاد شلبه لديه العديد من العناصر في منتخبات المراحل السنيه اللي انا اعرفهم بشكل جيد ومتميز، هذا الشيء يحسب لكم، وجميل انك انت تذكر دعم سيدي الحاكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي والدعم اللامحدود لانديه الاماره كلها، فلذلك كان مقابل العمل هذا نتائج إيجابية واضحة. أنا أقول جزاكم الله خير
وهذه أمانة إدارية. أنا أشوف أن العمل الإداري هو أمانة، ما تشتغل على الفريق الأول فقط، أنك أنت تستجلب لاعبين جاهزين لاعبين بارسل وشغلك يكون واضح بس بالنسبة للفريق الأول. أنتم قاعدين تشتغلون في مرحلة قد تستمرون قد يأتي من بعدكم أحد، المهم هناك قاعدة في النادي. فهذا الشيء أنا حبيت أحييك عليه وأحيي مجلس إدارتك وإدارة الشركة، ولكن لاحظت أن في أيضا في حذر في تصريحك أبو أحمد، أن أنا أبغي أوصل للنقطة 22 و23 عسب أني أنا أضمن البقاء. أعتقد أن فريق اتحاد شلبة أو تجاوز هذه المرحلة حاليا بالأداء الثابت في كل المباريات، فريق سبع جولات يعني نقول نمسك الخشب لم يتعرض لأي خسارة، نتائج إيجابية، تعادلات، اليوم بشخصية قوية في ملعب العين، قبلها مع النصر، قبل يعني كل هالفرق هذه. نتمنى إن شاء الله أن تستمرون في هذا العمل وأن تحذوا أندية الإمارة بنفس النهج هذا اللي تشتغلونه في فريق الاتحاد. نعم نعم كابتن، كابتن جواي أنا معك في الكلام هذا طال عمرك، سامحني قاطعتك. تاخذ راحتك. أنا قصدي طال عمرك إن إحنا نأخذ، تعرف إحنا أخذنا بداية الدوري الانطلاقة مثل اللي يقولون بالقطعة، يعني نمشي خطوة خطوة، لأنه مم مستحيل من أول مباراة أقول هدف الفوز بالبطولة، يعني حتى العاقل ما بيصدق هالكلام، لكن إحنا نمشي خطوة خطوة حسب إمكانياتنا وحسب ندرة الوضع العام الموجود والساحة الموجودة. مشينا وحطينا مثل ما قلت لك عندنا هدف وطموح، كان هدفنا في البداية إن نبقى في المحترفين. لما مشينا نص الدوري وشفنا فريقنا قادر، أنا صرحت قلت السنة هذه موضوع البقاء هذا موضوع منتهي منه، إحنا إن شاء الله باقين باقين. ليش قلت هذا؟ إن في معطيات موجودة، إن عندي فريق قوي قاعد أقدر أسير فيه مكان أبعد، فطموحي إن هدفي إن أحققه، هدفي يتحقق متى ما تأكد لي وتأكدت إني أنا في المنطقة الدافئة. تعرف الدوري ما انتهى كابتن، تعرف يعني الفرق اللي تحت بدك تطلع شوي وفي فرق موجودة والتنافس موجود، وهذه لعبة كراسي، يعني ممكن بعد مباراة مباراتين لا قدر الله أي الفريق الثاني يفوق أو كذا. فأنا قصدي إني أتأكد من المنطقة الدافئة، من بعد ذلك أرسم الخطوط للطموح، والطموح باقي عندي، والطموح أنا من البداية حطه، لكني ما أقدر أعلن الطموح للاعبين إلا أول تحقيق الهدف، وإن شاء الله إحنا يعني بدأت الصورة تتضح يعني الحمد لله بإذن الله. أيضا ننتقل للكابتن عصام عبد الله عنده تساؤل لساعات. مرحبا أستاذ علي، كيف الحال؟ مرحبا كابتن، كيف حالك؟ عساك بخير. قلت مرحلة صعبة، أنا أتفق معاك 100%، والمرحلة الأصعب الدور الثاني. يمكن أستاذ علي بعد الدور بعد الجولة الجاية راح يتوقف الدوري لين 15 يناير، يمكن الجولة الأخيرة راحت اللعب والمركاتو بيكون شغال، واتفق معاك أن الجهاز الفني هو اللي يقرر هذا الشيء. ولكن كوجهة نظر أتصور المفروض جماهير اتحاد كلبة وأنت على رأسهم بالشركة، ما أعتقد راح يقبلون أقل من الستة الأوائل على المستوى اللي نشوفه، مفروض ما تقبلون أقل من الستة الأوائل. أتصور أن الستة إذا اتحاد كلبة أنهى الموسم بالستة الأوائل، مع كل احترامي أنا ما أقول لك الثاني ولا الثالث ولا الأول، أنا أتفق معاك وأنت واقعي، أول شيء تعديت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أتصور فريق اتحاد كلبة يجب أن يكون من الستة الأوائل على اللي نشوفه. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يا كابتن، إن شاء الله طموح كل نادي أنه يكون في مركز مرموق، وإن شاء الله خطوة خطوة والله يوفقنا يا طويل العمر. إحنا زرعنا في اللاعبين حب الانتصار وفكرة وثقافة الانتصار وثقافة الفوز كإدارة يعني، والباقي التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم إن شاء الله. أيضا في مشاركة من الكابتن بخيت سعد. السلام عليك أبو أحمد. مرحبا يا كابتن بخيت، كيف حالك؟ طول لي عمرك. أنا بطلع موضوع البداية، بدايتك طبعا تكلمت عن موضوع الأكاديمية اللي طبعا بشارك في إضافة الجانب التكنيكي بالنسبة للاعبين، وهذا شيء مبادرة طيبة من الإدارة، إدارتكم الواعية بخصوص هذا الموضوع. وأذكر أنا طبعا نادي الوصل في فترة من الفترات أعتقد استقطبوا كوبر واشتغلوا فترة طويلة على الجانب الفني والمهاري، وطلعوا لعيبه على مستوى عالي جدا، سالم ربيع وعلي حسن ولعيبه على مستوى عالي طبعا من الاكاديميه تحت. وحين طبعا هاي المبادره جدا طيبه، واعتقد مو بالكثيرين يفكرون بهالجانب الايجابي، الكل يفكر موضوع الدوري والاهداف الرئيسيه، لكن الجانب هذا وايد فعال وايد ممتاز، تخدم فيها شريحة كبيرة من اللعيبة وشريحة كبيرة حتى تخدم المنتخبات الوطنية إن شاء الله في المستقبل. صحيح. مشكورين. صحيح.
شكرا يا كابتن، شكرا يا اخواني، شكرا يا اساتذه. نعم سعاده، قبل ما اختم اكون صريح معك شوي. شفنا مع نتائج اتحاد كلبه الايجابيه في كل جوله يطلعون مشككين يقولون الفريق بيطيح في الجوله الجايه، بس مجرد انها فقاعه وبتختفي، لكن تبارك الرحمن نادي اتحاد كلبه بهدوء وبثقه ويواصل نتائجه الايجابيه وما يلتفت ايضا لحديث الاخرين. هذه طال عمرك حلاوه الدوري، حلاوه الدوري الامارات كذي، المشككين في الفرق، المشككين في التحكيم، المشككين في الانديه، يعني بطل الدوري العام منه الشارجه، مشككين والله الشارجه يفوز، والشارجه يفوز بالصدفه، والشارجه لا هذه حلاوه الدوري، احنا نتقبل كل شيء والنهايه الميدان هو الفيصل. فالكم توفيق سعادة علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، وأيضا أتمنى لكم التوفيق على المستوى الشخصي. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير والله يوفقكم أجمعين وياك. نبدأ حديثنا أيضا عن مواجهة العين واتحاد كلباء مع الكابتن عصام. تعثرات العين زادت في دورينا هذا الموسم، ما في جديد بالنسبة للعين، يمكن الجديد أنه فاز على النصر وهي مفاجأة كانت على مستوى العين. العين ما تغير أداءه من أول موسم لليوم باستثناء شوط كان مع الشارجة ومع شباب الأهلي. نعم الاستثناء شوطين، أتكلم عن 10 مباريات أو 11 مباراة في شوطين، ما أعتقد اللاعبين موجودين وشفنا أن عندهم إمكانيات، لكن نتريّل الميركاتو الشتوي هل راح هذيل اللاعبين اللي بيتغيرون في نادي العين حسب ما سمعنا أو ثلاثة، هل هم اللي راح يغيرون شكل الفريق؟ تتكلم عن كيان مثل نادي العين، مو بلاعب أو لاعبين يغيرون شكل الفريق. صحيح إضافة، لكن نلتمس العذر اليوم لابا مو موجود وإسلام خان موقوف في ظروف بالنسبة للفريق، لكن العين مو بالعين. إذا نبغي نتكلم بصراحة العين مو بالعين، مهما تتكلم مهما تقول العين مو بالعين، فني إداري لاعبين العين مو بالعين، والجميع يتفق على هذه النقطة. في المقابل لازم نعطي اتحاد كلبة حقه ونقول مثل ما تكلمنا اتحاد كلبة، أنا بالنسبة لي لو جمهور اتحاد كلبة ما برضى أقل من المركز السادس، ما أقول لك الأربع الأوائل، أقول لك السادس. السادس يعني تتكلم بعد خمس فرق تكون في المقدمة، أتصور اتحاد كلبة يقدر انه يخلص المباراه. العين ما لهم حل غير انتظار الميركاتو الشتوي، لان عندك مباراه قادمه مع الجزيره، والجزيره فريق مع كل احترامي ال 13 فريق حاله استثنائيه في لعبه كره القدم، عنده طوله بال يلعب حتى لو اخر دقيقه يسجل لك ثلاث اقوار، عنده طوله بال وممكن يلعب. لكن في المقابل في شيء ان العين مع الفرق الكبيره يؤدي، العين تعادل مع الفجيرة وتعادل مع عجمان وتعادل مع كلبة وعنده باقي مباراة مع حتى في حتى، لكن في المقابل إذا نتكلم عن فريق الوصل هو فاز على الوصل، فاز على الوحدة، تعادل مع شباب الأهلي، خسر من الشارجة، فاز على النصر. شوف العين مع الفرق الكبيرة، صار أيضا مخرف. لكن هاي الكورة كابتن ما كاس الخليج، أتكلم عن الدوري ما فيها كبير الكورة، يعني فاز على الكورة ما فيها كبير، تعطي الكرة في الملعب تحصل نتيجة. نتكلم عن وضع العين، وضع العين كذي، خمس مباريات مع الفرق الكبيرة فاز باستثناء الشارجة، مع الفرق اللي أقل منه نقول تعادل، رغم أن فريق كلبة يتفوق على العين كان قبل الجولة أو نقطة فرق بينهم. اتحاد كلبة بيلعب مع حتى الجولة الجاية، لو ننظر للفريقين مفروض اتحاد كلبة، لكن بعد أداء حتى ما نعرف يصير، العين بيلعب مع الجزيرة، نشوف الكفة كيف. صحيح إنه في العين لكن ما قامت تفرق للأسف في العين ولا برا العين. صحيح العين وصل لنقطة 19 وأيضا كلب خلفه ب 18 نقطة. سريعا صحيح. نذهب إلى لقاءات ما بعد هذه المواجهة ومن ثم لنعود. أقول الحمد لله على النقطة، أنت تطلع اليوم ملعب العين بنقطة، أتوقع مكسب لنا. دخلنا المباراة أن نقدم مباراة ممتازة، دائما عنا الهدف عنا الفوز،
وإذا ما نفوز نتعادل، أهم شيء ما نطلع خسرانين، خصوصا عن نتائج إيجابية فترة اللي طافت، فنحاول نبني عليها ومثل ما نقول نجمع قد ما نقدر من نقاط في الدور الأول، وإن شاء الله نشوف وين مركزنا. كل مباراة ندخلها بغض النظر عن الفريق ندخل بهدف الفوز، وإذا ما حالفنا الحظ نطلع إن شاء الله متعادلين. يعني اليوم قدمنا مباراة كبيرة ونقول الحمد لله هذه حال الكورة. مبروك لنا على النقطة، فريق العين فريق كبير، داخلين محترمين فريق نادي العين، الحمد لله ما قدرنا نطلع من نتيجة 3 نقاط، نقطة بملعب العين جدا ممتازة، ننسها المباراة نركز المباراة حتى. نحن كل مباراة ناخذها جديتها، كل ما خلص مباراة نفكر المباراة بعدها، ما نفكر نحن طموحنا المركز الأول، هذا ناخذ كل مباراة قطعة قطعة. الحمد لله رب العالمين، دائما عندنا النظرة للكوادر الوطنية، دائما النظرة عالية، والحمد لله قادتنا ورؤساء ما مقصرين في الأمور هذه، والحمد لله رب العالمين. احنا نحاول نثبت لهم ان احنا قد الشيء هذا، ونحاول ان شاء الله نثبت لهم انهم لما حطونا في المكان هذا ان احنا قادرين على الوصول لاعلى المراتب. باذن الله راح نخطف 3 نقاط في المباريات الجايه، واحنا دائما طموحنا مثل ما قال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، اذا ما خسرنا ما ننهزم، ونستمر ونواصل، وان شاء الله نحقق دائما اعلى المراتب باذن الله رب يا رب العالمين. الحمد لله على النتائج الطيبه اللي يقدمها الفريق، كليكم استقرار اداري، استقرار الفني، استقرار على اللعيبه، استقطابات بعض اللعيبه، فالحمد لله ان نحن متوفقين الى الحين مثبت هالاشياء. هل يتحمل جمال عبد الله الهدف هذا، الخطا خروجك بتوقيت خاطئ؟ والله شوف، هي كانت كره مشتركه بيني وبين المدافع، وبالعكس يقول لي يدخل علي ولا شيء، انا اتحمل كل الاخطاء اللي تصير، انا علي ساعد ربعي، انا ما اهتم الجول يكون خطا مني والمدافعين، انا علي كحارس اخدم الفريق واخدم ربعي اخواني المدافعين، واذا كان الجول الهدف انا ما شفته لين الحين بس انا اتحمله، ما عندي اي اهداف تدخل علي انا اتحمله ولا احمل اي لاعب. بارك لله اتحاد كلبه، قدم مباراه قويه قدام فريق قوي. نحن خسرنا نعتبر 3 نقاط مش نقطة، فإن شاء الله نحاول نصحح أخطائنا المباراة الجاية، وإن شاء الله قادم أفضل. الجزيرة فريق قوي، فريق ينافس دائما على الأول، أكيد مباراة صعبة، مباراة قوية، نحاول إن شاء الله نجهز لها، ما باقي عليها وقت، أظني بعد 4 أيام 5 أيام مباراة، فإن شاء الله نحضر لها زين وإن شاء الله نحاول نكسب 3 نقاط. والله هو أكيد العين بما حضر، العين اسم كبير، نادي كبير، نادي عالمي، يمكن في دروب نادي العين كبير شوية حين، بس نحن نحاول إن شاء الله نقدم الأفضل، أكيد في لعيبة مستويات نازلة مستويات طالعة، بس إن شاء الله نحاول كلنا نكمل بعض، نحاول نطلع إن شاء الله. كابتن بخيت، اتوقع مدرب اتحاد كلبه دا سيلفا من خلال هذه النتائج الايجابيه وايضا تعويض ملابه وقدر انه يسجل في هذه المواجهه او المواجهات ايضا الاخرى، اتوقع هو اللي كان المستفيد من هذه المواجهه والنتيجه الايجابيه. والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مباراه العين واتحاد كلبه مباراه كانت لها مثل ما تقول سجال بين الفريقين. بالنسبه لفريق اتحاد كلبه بالنسبه لهم الموضوع الرئيسي انه مو باعتمادهم الكلي على اللاعب ملابه، رغم ان الناس كلها تشوف ان ملابه هو العنصر الرئيسي في اتحاد كلبه، ولكن اعتقد في فتره من الفترات راح يمكن قبل لا يتوقف ملابه، اعتقد كان عنده مشاركه مع المنتخب وتلعب احمد جشك في فتره من الفترات، وما زالت كانت النتائج كانت ايجابيه بالنسبه لاتحاد كلبه. اتحاد كلبه يعني فريق يعمل على اساس المدرب عنده توجه معين في خطه تكتيكيه يلعب فيها، اتحاد كلبه او الموجودين كلاعيبه يشتغلون على هاي الخطه، وعندهم مثل ما تقول وايد اندماج مع الخطه، عارفين شو يسوون في الملعب، عارفين طريقه اللعب والفرق اللي يواجهونه سواء فرق كبيره او فرق على مستوى على نفس المستوى. فبالتالي اتحاد كلبه ما عنده مشكله بغياب ملابه،
الناس اللي هي عنده مشكله في غياب ملابه، لان ملابه من اللعيب الهدافين اللي اي واحد يتمنى يكون موجود في فريقه ويتمنى يشوفه كلاعب، لان اللاعب على مستوى عالي له ثقل في الملعب. ولكن غياب اليوم والنتائج الايجابيه تدل انه في شغل من المدرب، مش انه فريق مثلا يعتمد على لاعب واحد في الفريق، لكن يلعبون على طريقه المجموعه ولعبهم دائما يعني لعبهم سلس، واللعب اللعب البرتغيزي يعني تعرف امريكا اللاتينيه، تحس ان الفريق دائما يدور كره، عنده حلول كثيره انه مثلا يفتح اي خطوط جابله في المباريات. فبالتالي نحيي فريق يعني تحت كلبه من الفرق المتطوره جدا، ونتمنى لهم التوفيق في الفتره الجايه. لكن بعد في جانب يمكن تكلم فيه ابو عبد الله عن فريق العين، في عنده مشاكل كبيره بالنسبه للامور التكتيكيه، مشاكل كبيره بالنسبه للغيابات، حتى يمكن اليوم لاب لعب اعتقد باخر ربع ساعه ولكن مش هو لاب اللي نحن نعرفه كلاب، يعني في مشكله كبيره بالنسبه لفريق العين. نعم، هل مشاكل العين تتواصل خلال المرحله القادمه، ولا يكون في تتوقع في وقفه في فتره الانتقالات؟ محمد، نحن اليوم في الجوله كم؟ 11 جولة يعني 33 نقطة. العين جايب منها 19 نقطة، يعني خسران 14 نقطة. ال 14 نقطة هذيل بخمس مباريات. يعني العين خسران خمس مباريات تقريبا، لو هي الخمس مباريات ب 15 نقطة، فهو خسر 14 نقطة. اليوم نحن لما نتكلم عن فريق العين كقيمة في كرة الإمارات وفي آسيا وفي الخليج، نتكلم عن فريق نحن لا نقلل من أحد. اليوم لما نتكلم لاعب من فريق الاتحاد، فريق الاتحاد السنة هذه يقدم مستوى مغاير، يقدم يعتبر يعني مساوي مع العين حاليا. هو الحصان الأسود اللي أتكلم عليه حاليا، أتكلم عن تاريخ. اليوم تلعب مع فريق ناقص واحد من أهم لاعبته، لابه في العين، في كلبه، يفرق عن أي لاعب. ملابه عفوا، يفرق عن أي لاعب. تلعب مع فريق فوارق كبيرة سواء على مستوى تاريخية أو على مستوى فردية على مستوى إمكانات، لكن فريق الاتحاد يستحق كل الاحترام باللي قاعد يقدمه. اليوم فريق العين لما نتكلم عن تدخل فني، تكلموا الاخوان بخيت دا سيلفا، خورخي دا سيلفا مدرب كلمه، بس شغله بسيطه يعني ما بندخل في الفني وايد. لما كان عنده ملابه كان اعتماده دائما على الاطراف، اليوم جشك واحمد عامر اللعب كان كله في عمق على حسب امكانيات الفريق. هني تدخل مدرب، هني لمسه مدرب، هني بصمه مدرب. لكن في المقابل انا اشوف ان خورخي دا سيلفا تفوق على ادواردو في اداره المباراه في اسلوب اللعب وايضا في التدخلات اثناء المباراه. الشوط الاول تاخر بهدف، بدايه الشوط الثاني ما تاخر لدقيقه 80 و92 حسب انه ينزل جشك لاعب مهم ومحطه مهمه بالنسبه له هجوميه. سحب احمد عامر اللي قدم جهد جيد في الشوط الاول ودخل جشك، هني تفوق ان لاعب فريش 45 دقيقة ويمتلك من الإمكانيات والمهارات أنه يقدر يساعد فريق الاتحاد. وبالفعل ما يعني ما شعرنا بغياب ملابة، ليش؟ لأن تغيرت طريقة اللعب. لو استمرت طريقة اللعب نفسها على الأطراف بنقول وين هالأطراف؟ وين ملابة اليوم موجود؟ لكن بالفعل تدخل فني من المدرب يعني أجبر الجميع أن يحترم هذا الفريق ويحترم مدربه. لما أتحدث عن فريق الاتحاد، سبع مباريات وراء بعض مثل ما تحدثنا مع سعادة رئيس النادي، أن الفريق بالفعل بشخصية مغايرة، بشخصية فرق الوسط. خلنا نقول اليوم أنا بالنسبة لي بطولة فريق الاتحاد في هذا الموسم أن يكون مثل ما قال عصام من الفرق اللي تكون في ست أندية، مو بالنسبة لأنه يأخذ المراكز الأول أو الثاني أو الثالث، لا بعيد شوية، لكن هي خطوة. فريق العين تدخلات ملابة أو لابة بعد الغياب الطويل هذا، أنا أشوف أن اليوم فريقي في الشوط الأول نسبيا كان جيد. فريق العين رغم أنه كان يعيب العين البطء في التحول من الدفاع للهجوم، تباعد الخطوط، صناعة اللعب، مجهود كبير كان من الأطراف. أنا استبشرت خير اليوم عصام بعودة محمد أحمد لمستواه، وحتى في مشاركته الهجومية أعطى فريق العين شخصية في بعض الأحيان. سالم عبد الله أيضا في الشوط الأول بدأ ينضج هذا اللاعب. التراجع العجيب اللي صار في الشوط الثاني سببه فني، لأن نفس المجموعة لعبت الشوط الأول لعبت في الشوط الثاني، تدخلات مدرب فريق الاتحاد غيرت مجرى الشوط الثاني، لذلك كان الشوط الثاني كلبة فريق ثاني. يعني دا سيلفا بالمختصر تفوق على أيضا المدرب لأن الآخر، لأن محمد المدرب. اليوم تسجيل هدف يدخلك في حالتين، لما تسجل هدف أنت في ملعبك يدخلك في حالتين، حالة دفاعية وحالة هجومية. الدفاعية للحفاظ على الهدف، الهجومية لتدعيم الهدف هذا بهدف آخر لتضمن النتيجة، لأن في أي لحظة ممكن تصير مفاجأة وتسجل عليك وتخسر نقاط المباراة. لذلك أنا أقول يعني ما بقول يعني هارد لك لفريق على حساب فريق العين بالمستوى اللي يقدمه،
ما كان يستحق أكثر من النقطة في هذه المباراة. نعم شكرا أبو خالد. سريعا ننتقل إلى المواجهة الأخرى. ضغط نتيجة مواجهة الشارقة أمس ألقت بظلالها على تحضيرات العميد لمواجهة الظفرة. كرونسلاف كان يعي أن الانتصار وحده يبقي العميد في دائرة المنافسة على مركز الصدارة، وهذا ما تحقق للكرواتي هناك في ملعب الغربية. خسارة قاسية في بطولة كأس رئيس الدولة بالنسبة للظفرة، سبقت مواجهة الدوري لفارس الغربية على أرضية ميدانه في إطار الجولة 11، والخصم هذه المرة نادي النصر المطالب بالخروج بالعلامة الكاملة من أجل الاستمرار في سباق الصدارة. 15 دقيقة كانت كفيلة للعميد لافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه توزي. الفار سجل حضوره في اللقاء بإلغائه للهدف الثاني للضيوف. توزي عاد للواجهة مجددا والقائم منعه من التوقيع على الثاني. الشوط الثاني شهد محاولة عدة من قبل الفريقين، لكن النجاة التي افتقدها هجوم العميد عوضها خطأ من قبل مدافع الظفرة محمد سيف الذي فشل في إبعاد الكرة، وأعلن عن تقدم كتيبة كرونسلاف بالهدف الثاني. النصر حقق المطلوب من هذه المواجهة، وفارس الغربية على ما يبدو أنه على أعتاب أزمة حقيقية على مستوى النتائج. Congratulations for Nasser for victory. في البدء أهني فريق النصر على لاعبيه على هذا الفوز. لعبنا ضد فريق قوي جدا، شعرنا بقوته وأدائه الجيد على الملعب. كذلك الهدف الأول أتى من ضربة حرة، والهدف الثاني أيضا سجل في الشوط الثاني. عندما كانت المباراة بدون أهداف كانت جيدة جدا بالنسبة لنا، ولكن عندما أحرزوا هذه الأهداف أصبح النصر حليفهم. مرة ثانية أهني فريق النصر على هذا الفوز. It was one very important match for us. إذن كانت مباراة مهمة لنا. But we make excellent reaction and very satisfied how we play today. إذن كانت للفريق ردة فعل ممتازة، المدرب راضي جدا عن أداء أو طريقة لعب الفريق اليوم. مبروك، congratulations for my players. إذن يبارك للاعبي النصر اليوم الفوز. It was one very very nice performance. I'm very 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 satisfied with lot of things what we show today. كان الأداء جيد جدا، والمدرب سعيد وراضي عن كثير من الأشياء شاهدها اليوم في المباراة. I'm a little bit sad because we didn't score more goals, but I'm very happy 3 points and we are staying the fighting for the first position. إذن حزين بعض الشيء لأننا لم نستطع إحراز عدد أكبر من الأهداف، لكن هي 3 نقاط مهمة جدا للفريق تتيح لنا الاستمرارية في المنافسة في أعلى جدول. All the teams who came here in Dafra play against Dafra will have problems because Dafra is one team who has very good excellent organization, a lot of very good players, and in future all teams who coming here will have a lot of problems. إذن جميع الفرق التي سبق وواجهت فريق الدفرة كانت تواجه مشاكل كثيرة. فريق الدفرة هو فريق منظم لديه لاعبين من مستوى جيد جدا، ومستقبلا أيضا الفرق التي ستحضر وتواجه فريق الدفرة ستواجه مشاكل أيضا. كابتن بخيت، النصر حقق المطلوب في هذه المواجهة وانتصر أيضا بهدفين نظيفين. طبعا نبارك فريق النصر الفوز. طبعا البارحة نتكلمنا عن فريق النصر، فريق النصر فريق منافس. تداعيات فوز على فريق عجمان في كأس صاحب سمو رئيس الدولة ألقت بظلالة على المباراة هذه. لقينا الفريق جاهز مركز في المباراة، رغم أن الظفرة من الفرق اللي متطورة جدا، ولكن ما أعطى مجال للفريق الظفرة. والدليل أنه مستحوذ يمكن طريق 69% استحواذ على المباراة مجريات اللعب بشكل عام. حسينا فريق النصر فريق المنافس اللي ينافس حاليا فريق الشارجة على
على عكس المباراة اللي كانت بينه وبين العين. بين العين اللي مفروض كان يعني ياخذ 3 نقاط ويكون الحين بتلقاه موجود مع الشارجة نفس النقاط، ولكن اليوم حسينا هذا الفريق فريق منافس بالفعل، وانه جاهز حق البطولة، وانه جاهز طبعا انه ينافس لاخر مرحلة بالبطولة. احنا طبعا يوم الفريق يؤدي على مستوى، بنقول الفريق هذا يؤدي على المستوى، لكن الفريق ينافس ويخسر من الفرق، مع احترامي للعين ومستوى في الفترة هذه يخسر من فريق العين في باك المباراة، لكن اكيد احنا بنعطي وجهة نظرنا بان الفريق ما يستاهل المنافسة. فبالتالي اليوم فريق النصر حسينا ان الفريق بينافس ويكمل على النهج هذا، نتمنى له التوفيق. كابتن عصام، في المقابل الظفرة خسر هذه المواجهة، ايضا ودع بطولة الكاس امام الشارجة، واليوم حتى ما قدر انه يسجل. نشوف اليوم الظفرة في المركز العاشر وعنده 15 نقطة. صحيح محمد، تراجع رهيب للظفرة، انطلاقة قوية مع بنياس، تراجع الفريقين لكن رجع بنياس، لكن ظفرة تراجع رهيب. ظفرة سنتين وهو في نهائي كأس رئيس الدولة، من فرق الوسط بعيد عن هذا، يمكن نتائج الفرق اللي تحت هي اللي خدمته انه يكون بعيد عنهم 15 نقطة، رغم انه مباراتين مش بعاد يعني. الظفرة ايضا يحتاج لتدعيم صفوفه، ما نعرف شو ظروفهم، شو اللي خلى الفريق يتراجع. تكلمنا سابقا ان في لعيبه كثير طلعوا منه، لكن في المقابل النصر من صفر الحكم ما اعطاهم مجال، مثل ما قال اخوي بخيت، الاستحواذ، السيطره، بغض النظر عن طريقه تسجيل الاهداف، النصر كان مسيطر تماما على المباراه، ولكن الظفرة كان موجود انصدم. اتصور في نظري ملامح الثلاثه الكبار وضحت، الشارجه والجزيره والنصر. نعم ابو خالد، هل تتوقع ان فوز الشارجه بالامس اعطى النصر دافع انه ايضا يدخل المباراه هذه بايضا الفوز؟ اكيد ما كان في مجال اصلا لخساره ثانيه بالنسبه للنصر في ظل السباق على بطوله الدوري، لان ابتعادك في جولتين صعب جدا، يعني خاصه نحن نشوف الشارجه في كل الجولات يعني قاعد يسعى للنتيجه الايجابيه، وايضا اليوم فريق نادي الجزيره. ملخص مباراه الظفره والنصر، اليوم الظفره بدا المباراه بفرصتين في الدقيقه الثانيه والدقيقه التاسعه، وفرصه واحده في الشوط الثاني، وترك المباراه كلها للنصر. اليوم الظفره سجل هدفين والنصر فاز بالمباراه باقدام صديق، الهدف الاول باستخدام الاطراف طبعا، لكن هذا ما يقلل وقوعك في الاخطاء، هو ضغط من الفريق الاخر. النصر اليوم امتلك زمام الامور في المباراه كلها، في كل مباراه وضحت الرغبه في عامل مهم جدا في مباراه اليوم، كان غياب كواس، ولكن كان غياب ايجابي، اشترك اللاعب حسين مهدي اليوم معه طارق احمد، ولعب اللي هو اللاعب الاجنبي في النصر توزي لعب دور مؤثر تحت تيغالي في صناعه اللعب وفي حركه حريه. اليوم فريق النصر ما كانت هناك فرديه اليوم، كان اللعب كله جماعي، كواس كان من اللعيبه اللي اخر اللعب، لذلك النصر قدم نفسه بشكل جيد، وبالفعل يعني استطاع ان يعود لسكه الانتصارات، وانه يصحى من الكبوه اللي تعرض لها في المباراه السابقه العين، مع انه قدم مباراه كبيره امام العين. وهذا فوز النصر اليوم وفوز الجزيره وفوز الشارجه يعطي حلاوه للقمه اليوم، ان الصراع راح يكون قوي ومحتدم بين الثلاث فرق هذه. نعم شكرا. ضياء اليوم كان شوي بس ضياء اليوم بيد. كان بعيد عن مستواه. نعم هذه النقطه اللي لاحظيتها الصراحه. بس بعد كان ضياء مش في مستوى، لكن النصر حقق النتيجه الايجابيه المطلوب وهذا هو الاهم. سريعا ننتقل الى ثالث المواجهات، بنياس المنتشي من نتائج المباريات السابقه حل ضيفا على استاد راشد في دبي لمواجهه الفرسان في اطار الجوله 11. السماوي دخل اللقاء بهدف اكمال سلسله الانتصارات الاسابيع الماضيه وشباب الاهلي لتاكيد ظهور بصمه مهدي علي تدريجيا على الفريق. في دانة الدنيا كانت الشهادة الأولى على البروفة الأولى لنصف نهائي كأس رئيس الدولة، الفرسان يستضيفون السماوي، ومهدي ينشد انتصار الدور الأول له في مهمته الثالثة مع فرسان فزاع. فهد الظنحاني توج نفسه نجما للمواجهة في شوطها الأول، تصديات خرافية، وشباب أهل دبي يفشل بالتسجيل، وهكذا انتهى قسم الذهاب من قمة سهرة اليوم الثاني من الجولة 11.
بينما الفرسان عجزوا من جديد بإعطاء لذة الانتصار الأول لمهدي في الدور، والفريق بات في مركز لا يحسد عليها بالتساوي مع ثلاثة فرق بعد أن كان طموح هو درع الدور بالمقام الأول قبل بداية مجريات منافسة الخارج العربية. الآن أصبح طموح الوصول إلى فرق النخبة قبل كل شيء. كانت مباراة صعبة جدا للغاية، دخلنا أمام أحد أفضل الفرق في الدوري الإماراتي. يقول المدرب بأننا تفاجأنا من طريقة لعب نادي شباب الأهلي في عدة مرات، كانوا يلعبون في الهجوم بأربعة ثلاثة ثلاثة وفي الدفاع بأربعة واحد أربعة واحد. يقول المدرب في الشوط الأول كنا لسنا جيدين بعض الشيء، وشباب الأهلي تقريبا كانت لديه فرصتان خطيرتان جدا للتسجيل، ولكن فهد الضنحاني استطاع أن ينقذ مرمانا، ونحن أيضا كانت لدينا فرصة وحيدة في الشوط الأول. أما بالشوط الثاني يقول المدرب بأنه لا يستطيع أن يتذكر إذا كان هناك أي فرصة لشباب الأهلي في الشوط الثاني، حيث أن نادي بنياس لعب بتنظيم جدا محكم، بل العكس تماما، كان لدى بنياس فرصتين حقيقيتين تقريبا للتسجيل في الشوط الثاني ولكنه لم يوفق. أعتقد أن اليوم الفريق أدى بشكل جيد، و كنا الأفضل طوال المباراة 90 دقيقة. حي اللاعبين على الروح القتالية اللي لعبوا فيها. يمكن الحاجة السلبية إن إحنا ما سجلنا هدف اليوم، جتنا فرص، وأعتقد إن تألق الحارس فهد الضنحاني هو خلى المباراة تنتهي 0-0. يمكن طوال 90 دقيقة ما شفنا أي فرصة لبنياس برغم النقص اللي موجود في الفريق، لكن الفريق أدى بشكل جيد وقدرنا نتحكم في المباراة 90 دقيقة، لكن ما سجلنا هدف. أتمنى إن شاء الله أن في المباريات الجاية نشتغل أكثر على الناحية الهجومية ونصلح الملاحظات السلبية اللي موجودة في المباراة. كابتن عصام، خلينا نبدا مع بنياس. اخر خمس مواجهات لهذا الفريق في مختلف البطولات في الدوري وفي الكاس ما استقبل اي هدف. محمد، مثل ما تكلمنا عن فريق تشلبة وين وصل، يمكن نفس الظروف مع بنياس، لكن بنياس تتكلم اليوم عن ثلاث نقاط بينه وبين النصر، ست نقاط بينه وبين المتصدر. بنياس ما يقل من الاربع الاوائل، أربعة خمسة الأوائل ما يقل بنياس، ما استقبل ولا هدف في خمس جولات، انتصار تعادل، يعرف شو يبغي من المباراة، رغم أن السيطرة اليوم كانت يمكن للأهلي فوق 65-66-67% اللي شفته آخر شيء. أنا سيطرة تامة على فكرة، الأهلي قدم مباراة زينة اليوم للعلم يعني، لكن بنياس اليوم كان فهد الضنحاني، أتصور هو سبب، أتفق مع الكابتن مهدي، الضنحاني سبب بخروج المباراة 0-0. يوم يكون عندك حارس، وعلى فكرة مو بأول مباراة الضنحاني ينقذ بنياس من أهداف محققة، مش أي فرصة، ردة فعل مش طبيعية. نتمنى له التوفيق، وبالعكس نحن نفرح يوم يكون عندنا حارس موجود بالإضافة للحراس الكبار اللي عندنا. فريق بنياس كل مباراة يعرف، فريق مثل بنياس لا تتوقع منه، مع كل احترامي لبنياس ولاعبينه، لاعبين صغار وشباب، لا تتوقع أن في كل رتم ممكن تحصل الفريق يزيد. مباراة بتحصلها ممكن يمشي فيها، مباراة رتمه بيقل، الإصابات الله يبعد الشر عن كل اللاعبين ممكن تأثر على الفريق مثل بنياس، لأنه ما عنده
يمكن تغييراته محدودة، حتى ما شفنا لاعبين تغييرات مراكز كثيرة في بنياس، لكن لا تتوقع أن كل مباراة بيأدي أفضل من مباراة ثانية. هذا هو بنياس، ممكن يكون من ثلاثة لأربعة الأوائل، وأتصور أن عنده بعد خطوة للوصول إلى نهائي الكأس. طموح النادي كبير، عمل جبار يقوم بالمدرب، مجلس الإدارة، الإخوان الإداريين، جهاز طبي فني إداري، أنك تنهي الدور الأول وأنت في الأربع الأوائل إنجاز. نعم سريعا نذهب إلى لقاءات هذه المواجهة ومن ثم لنا عودة للحديث أكثر. تقدر تقول الحمد لله على النقطة. أتوقع اليوم النقطة خارج ملعب تعتبر مكسب، يمكن اليوم ما طلعنا بالصورة المطلوبة، كون أن فريق شباب الأهلي كان فريق منظم اليوم، يعني تغير بشكل كامل. أتوقع هم في الشوط الأول كانوا أفضل، قدرنا نحاول نحافظ على الشباك إنه ما يدخل علينا جول. في الشوط الثاني كنا يعني تحسننا في الأداء، لكن أتوقع يمكن ضغط المباريات شوي كان يأثر علينا، وإن شاء الله نحاول نواصل في الأيام الجاية إن شاء الله. شوفوا مش سالفة المباراة الكاس، لا بشكل عام أتوقع اليوم شو نشوف فريق بنياس، يمكن ما في عناصر تغيرت وايد في التشكيلة، التشكيلة دائما ثابتة. فأتوقع مثل ما قلت لك بين المباراة ومباراة يمكن ثلاث أيام أربع أيام، فضغط على اللاعبين، أتوقع اللاعبين كانوا مجهدين. نحاول إن شاء الله في الأيام الجاية نتدارك الأشياء اللي صارت ونعوض إن شاء الله في المباراة الجاية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نتيجة اليوم، عند شباب الأهلي بلعب شباب الأهلي مو سهل تاخذ نقطة، بالعكس الحمد لله كنا طامحين ناخذ ثلاث نقاط، لكن ما حالفنا توفيق. إن شاء الله نسعى للمباراة الجاية نقدم فيها أفضل أداء ممكن مع النتيجة. وبخصوص المنتخب الإمارات، هذا شرف لكل لاعب إنه يمثل دولته، بالعكس أنا أطمح إني أمثل دولتي، وعلى اللي يقولونه في السوشيال ميديا هذا يعني اجتهاد من اللاعب الحمد لله، وفضل من الله ودعاوي الوالدين. الحمد لله الواحد يسعى دائما للأفضل، وإنه يقدم الأفضل للنادي، وإذا وصل للمنتخب إنه يمثل المنتخب خير تمثيل. الحمد لله أخذنا نقطة من ملعب الخصم شباب الأهلي، فريق كبير، صعب إنك تأخذ ثلاث نقاط في ملعبه. حاولنا إن نقدم كل اللي عندنا، حاولنا إن نسجل، لكن تمركز كان في كل متر من شباب الأهلي، والحمد لله على النقطة. شفت نفس ما قلت لك شباب الأهلي في ملعبه صعب جدا، استحوذ نفس ما قلت بالنسبة اللي قلتها، حاولنا إن نحاول إن نمتلك الكرة، حاولنا إن نهاجم، لكن كان منظم جدا اليوم الحمد لله. نقطة في ملعب الخصم جدا جدا يعني مش سيئة يعني الحمد لله. أشكركم على الإضافة الطيبة هذه. أكيد يعني نحن اليوم كملنا الجولة يمكن 12 أو 13 11 لولا حط تغير اللاعبين في الملعب والإصابات اللي قاعد تحصل على الفريق، هذا شيء مؤثر أكيد. يعني إذا بتسألني عن مستوى كلاعبين، يمكن إحنا مش راضين على المستوى اللي قاعد نقدمه، لكن كثر ما نروم يعني إحنا في الوضع الحالي نحاول إن نقدم نتيجة أهم المستوى. اليوم شفت يمكن فريق شباب الأهلي كان فيه شوي روح وفيه أداء في الملعب، لكن قلت لك أنا التغيير والإصابات هذه هي اللي مأثرة على الفريق، وأتمنى إن شاء الله إن نثبت عشرية معينة ونحاول نلحق الفرق اللي قدامنا. شوف حاليا ما تقدر تقول يعني مثلا كابتن مهدي راح يغير بشكل كبير من الفريق، لأنه اليوم كابتن مهدي استلم الفريق يمكن في عندنا ضغط من المباريات، فلحد الآن ما تمرنا معاه على التمرين الفعلي اللي مطلوب من كابتن مهدي. أكيد كابتن مهدي راح يعني مسك الفريق يومين وكانت فيه مباراة، وعقبها يومين فيها مباراة. كابتن مهدي حاول انه يسوي استشفاء للفريق وحاول يبحث التشكيل الأنسب للفريق، ولكن أما في الشتوية الأهم قبل يعني استقطاب لاعب أو نتكلم عن لاعبين أجانب، الأهم رجوع لاعبين مصابين، وأكيد رجوع اللاعبين المصابين راح يغير من شكل الفريق. ونفس ما قلت قبل، الفرق المتصدرة احنا ما راح نقول يعني راح ننافس على بطولة الدوري، لكن حلو انك تكمل وترجع كبطل، ويعني راح تلعب مع فرق يعني مرة ثانية في ملاعبهم، وفي فرق بتستقبلها هني، فالحلو انك تفوز عليها. اما اقول لك ان ناخذ دوري هاي شوية صعبة شوي.
كابتن جمال، بعد هذه المواجهة شباب الأهلي في المركز الثامن مبتعد عن المتصدر فارق كبير، نتكلم عن 11 نقطة، توقع شباب الأهلي مر موسم أيضا صعب ومخيب أتوقع أيضا لجماهيره. تصور محمد، تشوف جدول الدوري في الجولة 11 اليوم، من الأول للسابع حطيته لقطتين، أنت الأول للسابع بعدين من الثامن، وما تشوف فيه شباب الأهلي موجود في هذه المراكز، وطبعا العين. تصور أنك تشوف الجدول بهذه الطريقة في الجولة 11، شباب الأهلي بما يمتلكه من إمكانيات، بما يمتلكه من لاعبين، من 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 يعني شخصيات إدارية، وفي نفس الوقت اللعيبة الموجودين كلهم قوام المنتخب الوطني، واليوم تشوف الفريق بعيد كل البعد عن هذا المكان. بالنسبة لمباراة اليوم، أنا أقول أن فريق شباب الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته، خاصة في الشوط الأول، قياس طبعا مو هو المستوى الطموح بالنسبة لشباب الأهلي، لكن هاي المباراة نسبيا كان جيد. فريق شباب الأهلي كان موجود، حاضر، متقاربين، خلق فرص. اليوم أنا أقول بالنسبة لما أتكلم عن المباراة، عندما غاب هجوم بنياس حضر أبو ناموس، وعندما غاب بنياس حضر الضنحاني. اليوم الكلين شيت اللي شفته ترى يرجع الفضل كبير جدا حق الضنحاني في مباراة اليوم. وفي نفس الوقت حقيقة يعني اتضحت بعد ثلاث جولات بصمة الكابتن مهدي على الفريق. يحسب لليوم عودة إسماعيل الحمادي في الجهة اليمنى، عبد العزيز هيكن كانت جهة فعالة في الشوط الأول وخلقت أكثر من فرصة، أيضا تثبيت بيليكا لاعب أساسي ولو أن اليوم ما ظهر في المستوى اللي قدمه في المباريات السابقة. لكن أنا أقول أن شباب الأهلي في الفترة القادمة محتاج شوية تغييرات، راح تكون لعودة البطولة. أنا بالنسبة لي بعيدة عن شباب الأهلي حاليا، 11 نقطة، تتكلم عن 4 مباريات لازم المتصدر يخسرها وانت تفوز في كل المباريات، فهي هاي الصعوبة. ممكن شباب الأهلي بعد التعديلات ممكن يدخل. اليوم فريق يلعب باثنين أجانب، تصور محمد، يلعب عزيز جانييف الأوزبكي والمقيم إيغور. اليوم اللوائح تسمح لك انك تلعب 6 أجانب، فريق يلعب باثنين أجانب بنفس تقريبا سيناريو فريق الجزيرة، ولكن فريق الجزيرة وين بالنسبة للأداء والمستوى اللي يقدمونه لعيبته في ظل تراجع فريق شباب الأهلي؟ عموما شغل بسيط من ناحية فنية وأيضا من ناحية إدارية في المرحلة القادمة اللي هي مرحلة انتقالات، استفادة من عنصر لعيبة الأجانب، أعتقد أن الأهلي راح يكون أو شباب الأهلي راح يكون في مكان يليق على الأقل باسم النادي للحفاظ على تاريخ هذا النادي، لأن شباب الأهلي اليوم منافس على كل البطولات، صعب أن تجد اليوم في المراكز الثامن والتاسع والعاشر. كابتن بخيت مهدي علي قال خلال اللقاء أنه بحاجة إلى وقت أيضا لي التغيير من ملامح الفريق، لكن أنت كيف أيضا تقيم اللاعبين الأجانب في فريق شباب الأهلي؟ طبعا بالنسبة لكابتن مهدي علي، هو أمام تحدي كبير، الكل متابع الكابتن مهدي علي في هالفترة. الأمور اللي موجودة طبعا في فريق شباب الأهلي، المحترفين اللي طبعا مو هو اللي مختارنهم، واللي هو طبعا لقاهم موجودين في الفريق، اي نعم عنده علم باللاعب المواطنين الموجودين حاليا. في غربله كبيره بالنسبه للفريق، رجوع احمد عيد اعتقد في دكه الاحتياط، رجوع حارب يعني تخيل هاللاعب اللي عباره عن شباب كان موجودين، اتكلم عن دكه الاحتياط حاليا، ردهم مهدي علي في الفريق اساس انه يستعيدهم في الفتره الجايه. محتاج الوقت بالفعل، لان حاليا هو ياس ينظر الى منو بينفع في الفريق حاليا على وجود المحترفين. ما في ضغوطات بالنسبه من قبل الاداره، اكيد ما في ضغوطات على اساس انه هذا لاعب محترف لازم يلعب، لكن هو بيشوف منو الانسب، منو اللي طبعا بيعتمد عليه في الفتره الجايه. مثل ما تفضل ابو خالد، تثبيت بيليه، عوده اسماعيل الحمادي اللي ما شفناه صار لنا يمكن اكثر من بدايه الدوري. الفريق اليوم صراحه يعني بكل امانه حسينا ان في الجانب الفني واضح، لكن هو يلعب امام فريق 5 جولات ما دخل فيه اي هدف. يعني حظا ان ياس يلعب امام بنياس اليوم، وحاول فريق شباب الاهلي، لان طبعا رغم السيطره لكن في كور انقذ الكابتن ضنحاني بشكل صراحه رهيب. يعني في كره من على خط المرمى، كورتين 3، فبالتالي لا يقولوا لي ان اليوم فريق شباب الاهلي ما أدى، ولكن الوقت ما مسعفنا، والكابتن مهدي علي محتاج نزيد من الوقت
وعند الوقت وعندهم طبعا في الفتره الجايه اللي هي وقت فتره التوقف الاستقطابات في الشتويه، فبالتالي اعتقد ان فريق الشباب الاهلي بنبتعد عن موضوع الصداره ووصول الصداره، ولكن نتكلم عن الفريق ممكن يرد من ناحيه المركز بيرد من ناحيه الفنيه، بيرد فريق الشباب الاهلي. محمد انت ايضا انتصارات الشباب الاهلي عنده اخر ثلاث جولات، اخر اربع جولات ثلاث تعادلات وخساره. محمد تسال صحيح، والجولتين جايات عنده الوصل والنصر، وعارفين الديربي اللي بين الاهلي والوصل والاهلي والنصر. محمد تسال بخيت على الاجانب، هو في اجانب؟ ادواردو منو اللي لعب اليوم؟ تسال عن واحد مقيم واجنبي؟ لعب ادواردو، لعب 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 اجنبي ومقيم، نعم، ونزل ادواردو في الشوط الثاني فريق بقيمه الاهلي. علشان كذي هذا تاكيد لكلامنا كلنا نحن ثلاثه يوم نتكلم نقول ان فريق الاهلي يملك، شباب الاهلي يملك عناصر المواطنين اللي يقدرون، ونصهم تقريبا 80% 40% 50% كانوا مع الكابتن مهدي في المنتخبات الوطنيه. فالاهلي شباب الاهلي ينقص لاعبين اجانب حال حال عين حال حال الفرق هذه اللي ممكن تشل الفريق. محمد، واضافه للكلام يعني لو رجعنا حق المباراه اللي انا اتذكرها لفجيره مثل خسرها، انا حاسب المدرب على اخطاء الفنيه، ما حاسب على اخطاء اللاعبين الفرديه. يعني المدافعين لما تكون عندهم اخطاء فرديه ما يتحمل المدرب، دوليين هي المدرب يتحمل في كل الفرق، مو بس هني في شباب الاهلي، في كل عموما في كره القدم المدرب يتحمل مسؤوليه المنظومه الدفاعيه اذا مو مكلف لعيبه بادوار دفاعيه، لكن الاخطاء الفرديه الشخصيه للعيبه في هذا المستوى ما يتحمل المدرب. يعطيكم العافيه كباتن. سريعا ننتقل ايضا الى المواجهه الاخيره، اخر مواجهات هذه الجوله اتت صافرتها من استاد محمد بن زايد عجمان الجريح في ضيافه الفريق الاكثر اقناعا الجزيره، مباراه كان من المفترض ان تكون سهله على الورق بالنسبه لفخر العاصمه، لكن احداث المواجهه جاءت عكس ذلك. في العاصمه وعلى ملعب الانتصارات أتى عجمان بطموح إيقاف مسلسل إهدار النقاط، بينما دخل الفخر ليحقق النقاط الثلاث ويغرد من جديد في وصافة الخليج العربية. شوط أول جاء في بدايته مثيرا، فرص متبادلة مع إغلاق برتقالي تام للمناطق الخلفية، السلبية تأتي وتنهي القسم الأول. الشوط الثاني انطلق والضغط الجزراوي ازداد، عبد الله رمضان كالعادة يسلم كرة ذهبية أرضية للموهبة زايد العامري الذي يضعها هو الآخر أرضية في المرمى ليتقدم أصحاب الأرض. مهمة البركان تزداد صعوبة بطرد مستحق وفوري لويليام أوسو الذي تدخل بعنف على سالم راشد. فخر العاصمة يواصل حملاته الهجومية على مرمى الضيف الجريح، هذه المرة علي الحوساني ينال البطاقة الحمراء وركلة الجزاء لأبناء العاصمة، لكن الفار يلغي الحمراء ويثبت الجزائية التي أتى منها الهدف الثاني من مبخوت، بينما تكفل خلفان بالثالث وعزز من لذة الانتصار الثامن الذي واصل به فخر العاصمة مسلسل الضغط على الملك في عرش الخليج العربية، ولتزداد إثارة دورينا من جديد في انتظار الجولة القادمة لعلها تشهد فك الشراكة بين الكبيرين، كبير الإمارة الباسمة وكبير العاصمة. غريبة بتحصل، احنا دايما بنجري الفرق بكل قوة خططيا، وبعدين يطلع حاجة خطأ فردي غريب يخرب علينا المباراة كاملة، طرد يخرب مباراة، خطأ في استلام كرة يخرب مباراة. ما اعرفش الحقيقة احنا عملنا
تقريبا 78 دقيقة أو 80 دقيقة نموذجية، يعني ما فيش غلطة، كان لنا فرص أخطر، لكن للأسف في حاجات فردية كتيرة جدا معرفش هي إمتى ممكن ننتهي من آفة الأخطاء اللي هي السخيفة اللي تكلفنا طرد، مش عارفين نخرج من موال الأخطاء الفردية، وخصوصا الأخطاء الفردية اللي بتحدث من محترف. مهم جدا ان احنا نتلاشاها في الفترة اللي جاية، لان دي مش اخطاء، دي اخطاء بتضر فريق كامل. يعني اعتقد ان احنا مطالبين ان احنا ما نقعش في مثل هذه الاخطاء قدام فريق كبير زي الجزيرة يعني. لكن احنا على مستوى اللعب جريناهم، رغم ان احنا لاعبين من 3 ايام وهم قاعدين مريحين 9 ايام، ولاعبين مباراة قوية جدا مع النصر، لكن جريناهم بمنتهى القوة يعني، فحصل انهيار في 10 دقائق للأسف الشديد يعني. بداية أنا سعيد جدا بأداء الفريق وبالفوز الذي تحقق اليوم. أعتقد أننا قدمنا في المجمل أداء جيد، إيقاع المباراة كان مرتفع بالشكل الذي يناسبنا، ربما نكون قد ارتكبنا بعض الأخطاء على مستوى التمرير، لكننا حافظنا على جودة الأداء. النقطة الإيجابية الأخرى هي أننا تحلينا بالصبر، واتضح ذلك في تسجيلنا لثلاثة أهداف متأخرة ضمنت لنا تحقيق كسب النقاط الكاملة. ربما كان من الأفضل أن يحصل اللاعب على بطاقة حمراء بدلا عن أن يحصل على بطاقتين صفراوتين ويتم إيقافه دون أن يحصل على فرصة استئناف وإلغاء القرار. حاليا يمكن أن تحصل على بطاقة حمراء ويتم إلغاها وتعود للمشاركة، لكن إذا أخذت بطاقتين صفراوتين فسيتم إيقافك ولن يكون بإمكانك استئناف هذا القرار. كل فريقنا وهذا لكل نادي عمان قدموا مباراة كبيرة. مثل ما قلت انت، نحن تاخرنا في التسجيل، بس من اول دقيقه كنا داخلين نبغى نطلع بثلاث نقاط، كنا نحاول نخلق فرص، ما استعجلنا على الجول، كنا حاطين في انفسنا ان شاء الله الجول بي مهما عدى الوقت، ان الجول ان شاء الله بي. مثل ما شفت يا الجول وبعده جولين، الحمد لله ثلاث نقاط مهمه في الدوري. اكيد نحن نطمح ان نجمع النقاط قد ما نقدر على اساس نكون مع فرق الصداره. آخر مباراتين يمكن الأداء ما كان بالشكل المطلوب، لكن نتيجة خدمتنا الحمد لله. أنت ما تكون زين في المباراة بس تحصل 3 نقاط وهذا هو المهم. يمكن عبد الله الكثير يتساءل، المباريات الأخيرة عبد الله رمضان غاب عن المتعة، فهل شو السبب؟ هل نحن ما بنقول إنها تراجع، اليوم عبد الله يؤدي أداء طيب مع المنظومة المتكاملة، ولكن داخليا هل عبد الله مرتاح في اللعب؟ أكيد مرتاح أنا مع الفريق، قاعدين نفوز ويا بعض، أكيد نحاول أدخل كل مباراة أقدم كل ما عندي، ولو أن الأداء كان مش بالشكل المطلوب آخر مباراتين، بس عادي، أهم شيء أن الفريق قاعد يفوز ونستمر في الانتصارات إن شاء الله. الحمد لله على الفوز، أهم في المباراة 3 نقاط والكلين شيت، الحمد لله نحافظ على هذا الأداء وهذا المستوى ونفكر في الجاي إن شاء الله. والله ما في مباريات سهلة، خاصة أنه يحد يلعب ضد الجزيرة يعطي كل ما عنده. نحن نحاول نلعب كرتنا وندي اللي علينا، وأهم ما في المباراة 3 نقاط، ما نستهين في أي خصم. صحيح، مثل ما تكلمت كابتن خلفان، أهم شيء 3 نقاط، واليوم الجزيرة حقق المطلوب، ولكن المباراة القادمة أكيد الجميع مترقب مباراة الديربي التي تجمع بين الجزيرة والعين. أي مباراة ضد العين تكون قوية وكل حد ينتظرها، ونحن ننتظر هالمباراة وإن شاء الله الله يوفقنا و3 نقاط. راح يغيب عندكم ميلوس، هل راح تكون عنصر مهم في منظومة الجزيرة راح يغيب في المباراة؟ هل راح يتأثر نقول؟ ميلوس عنصر مهم ويعطي الإضافة للجزيرة، لكن البركة في اللي بيحضر وإن شاء الله أن كلهم قدها. كابتن جمال، أنا ببدأ وياك مع تصريح أيضا الرمادي، صراحة الكل متعاطف معه مع الأحداث اللي تصير،
كلنا متعاطفين مع الرمادي ونادي عجمان. مساكين المدربين محمد، يعني مثل ما يقولون المشاكل لا تأتي فرادى. اليوم كابتن أيمن الرمادي شفت من خلال التصريح كيف الحالة النفسية بعد المباراة هاي اللي قدم فيها فريق عجمان، صراحة نفسه بشكل متميز. اليوم الجزيرة ما كان في أفضل حالاته، مو لأن الجزيرة فقط سيء، لأن عجمان كان فريق متميز. اليوم فريق عجمان كان في تقارب، كان في ضغط في كل مناطق الملعب، لذلك ما كان محظوظ. أبو بكر تراولي من أهم لاعبي الفريق أصيب في الشوط الأول، حسين محمد أحد أفضل صناع اللعب في النادي، شفنا عبد الرحمن شفنا له فرصة أيضا كان ممكن أنه يسجل فيها رغم أفضلية الجزيرة. اليوم الجزيرة صحيح استحوذ كثير ولكن بدون فرص، لغاية الدقيقة 74 الجزيرة ما كانت عنده غير فرصة واحدة يمكن لعلي مبخوت، تألق فريق عجمان، تألق الحارس الحوسني، وفي نفس الوقت الجزيرة بثقة أنه يمتلك الأسلحة اللي ممكن تسجل في أي وقت. علي مبخوت موجود، زايد العمري موجود، رمضان صناع اللعب موجودين، كل الخطوط موجوده، حتى في الفرصه اللي كان ممكن يسجل منها عجمان علي خصيف حضر ايضا. لذلك نحن نقول انا يعني صراحه تكلمت عن اخطاء اللعيبه والحين الكابتن الرمادي يمكن اكد على كلامي، المدرب قال يشتغل اسبوع كامل على تكتيك معين على فكر معين، ثم ياتي مثلا جزء من الثانيه خطا من لاعب طرد لاعب يخرب لك كل اللي صار في المباراه. عموما الجزيره في سباق اللحاق بفرق الصداره او بالشارجه والنصر او ابتعاد عن النصر والبقاء مع الشارجه استطاع أن يحقق الأهم، ثلاث أهداف جاءت. عجمان لعب 75 دقيقة، بالنسبة له انتهت المباراة بعد دقيقة 75. حتى الانهيار لما تنهار تقبلت هدف ما يكون بالطريقة هذه، ولكن تبعه بالطرد هو اللي يمكن عقد أمور فريق عجمان في هذه المباراة. نعم بثاني الجزيرة واثق الخطة، ثلاثة أهداف أيضا يتصدر دورينا مع الشارجة. توقع كايزر قدر أن يغير المنظومة في هذا الفريق وقاعد يقدم كرة مميزة. طبعا مبارك الفوز فريق الجزيرة وهارد لك فريق عجمان. المباراة طبعا مثل ما تفضل أبو خالد 70 أو 75 دقيقة فريق عجمان أدى مباراة على مستوى عالي، ولكن فريق الجزيرة على المستوى اللي يؤدي المستويات الموجودة، يمكن تكلمت عن كايزر أعتقد في فترة من فترات حسيت بأنه بطلع عن طورة، لأنه طبعا النتيجة كانت بالنسبة خاصة عقب ما سجلوا الهدف الأولي وفي فرصة ضاعت بالنسبة لفريق الجزيرة قبل يسجلون الثاني والثالث، حسيت أن الريال يعني خلاص يعني يبغي يفوز بالمباراة هذه بأكثر كمية من الأهداف. ولكن فريق الجزيرة يعتبر من الفرق مثل الملاكم المحترف الذي يعني اللي يتريى مثلا الفرصة أساس يسدد اللكمة، وبالتالي كان البيشن والصبر عندهم وايد طويل على اساس انهم يسجلون الهدف الاولي ويسجلون الهدف الثاني والثالث. فريق متمكن في اي لحظه ممكن يسجل عليك، فريق حتى مع الفرق الكبيره المنافسه كان يلعب وتحس انه يعرف كيف يصرف المباراه مثل ما يبغى. فنقول احنا فريق الجزيره من الفرق طبعا اللي مثري الدوري، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التوفيق للفرق بشكل عام. أبو عبد الله، النتيجة كانت شبه منطقية بين أقوى هجوم وأضعف هجوم في دورينا. محمد سيناريو مباراة الجزيرة وعيمان بالضبط نفس سيناريو مباراة أمس الشارجة، وحتى شفنا المتصدر مع الأخير، اليوم شفنا الثاني مع قبل الأخير أو الأخير قبل الأخير. نعم. حتى أدى مباراة جميلة وتفوق على الشارجة ووصل لمرحلة 2-1 ورجع الشارجة. عجمان أيضا أدى لكن ما يكفي، لكن نرجع ونقول نفس الشيء كابتن أيمن الرمادي، لاعبين عجمان الأداء الرائع والجميل اللي تقدمونه مع الفرق اللي معاك، خذ النقاط مع الفرق اللي معاك كابتن، مش مطلوب منك تأخذ الفرق من الجزيرة والشارجة والنصر اللي بياخذون الدوري كابتن. الفرق اللي معاك اللي انت زعلان يعني على مباراة الجزيرة، مو بزعلان على المباريات اللي خسرت فيها مع الفرق اللي تنافس كان مثلا في مع الفرق. اليوم كابتن اليوم في فريق عجمان عنده نقطة واحدة، ولكن عجمان في مباريتين عجمان ثلاث نقاط. ثلاث نقاط في مباريتين كابتن يوصل فوقهم كلهم، ترى مو بعيد. وانا قلت لك الأربعة اللي تحت هم اللي المنافسة الكراسي بتدور بينهم الأربعة، وثلاث نقاط ولا شيء ترى في الدوري مقارنة. احنا ترى نقول النصر ثلاث نقاط بيوصل القمة، نفس الشيء في مباراة واحدة ومباراتين ممكن فريق عجمان، وفريق عجمان على فكرة عودنا على شيء، يا الانطلاقة تكون زينة ويتراجع أو العكس صحيح أنه متراجع وانطلاقته تكون زينة بهذا الأداء لفريق عجمان أو فريق حتى، أتصور أنه راح تكون إثارة في الدور الثاني.
نعم ايضا احنا نتريه يخلص هذا الدور عشان نشوف ايضا الدور الثاني كباتن. وصلنا الى ختام ايضا برنامج ملاعبنا. اشكركم جميعا الكابتن عصام عبد الله بقيت سعد وايضا جمال ابو هندي ما قصرتوا شباب. اذا كانت هذه ايضا مواجهات اليوم الثاني للجوله 11 لدوري الخليج العربي. نصل إلى ختام الحديث عن هذه المباريات مشاهدينا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله.